الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الأوروبي، والبنك يشيد بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. خلال انطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي، الرئيس يؤكد أن مصر من الدول الأولى التي وضعت خطة لتحقيق التنمية المستدامة. المحكمة الاتحادية في العراق ترفض حل البرلمان وتؤكد أن استقرار العملية السياسية يفرض الالتزام بأحكام الدستور. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الأوروبي، خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العمليات التنموية في مصر. جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، حيث شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أوديل رينو باسو رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدا سيادته على تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر، ومعربا سيادته عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27، وفي ضوء الزخم العالمي الذي تحظى به قضية التغيرات المناخية. من جانبها، أعربت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، مؤكدة اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيدة بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم حرص البنك الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر، خاصة ما يتعلق بتمويل مشروعات التحول الأخضر. اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، في ضوء إقرار الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جوًا سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يشكل قوة دفع بشأن الاستعداد لCOP27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل. وقال الرئيس في كلمته خلال المنتدى إن جهود التكيف مع آثار التغير المناخي تعاني نقص التمويل، مشيرا إلى أن العالم يحتاج لرؤية شاملة لمساعدة الدول الإفريقية لتغير المناخ. منتدى هنا بيؤكد على أن جهود التكيف مع آثار التغير تغير المناخ لا تزال يعني بتعاني نقص من التمويل، رغم أن أنا بتفق مع الكلام اللي بيتقال أن مجابهة التغير أو مجابهة تكلفة التغير أفضل كتير من التكلفة اللي هيعملها التغير نفسه، وبالتالي بنتكلم على 800 مليار دولار سنويا للتخفيف من حد التغير المناخ بحلول عام 2025. البلدان النامية محتاجة الرقم ده، رغم ان هي
إذا بنتكلم على أن 20 دولة فقط هي المسؤولة عن حوالي 80% من الآثار، فأتصور أن من العدالة والموضوعية أيضا أن يبقى المساهمة الأكبر من جانب هذه الدول المعنية في دعم الدول النامية بالرقم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. أيضا احنا مهم قوي التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية لرفع قدراتها على التكيف. فإحنا بنقول أن إفريقيا هي الأكثر تضرراً رغم أن هي الأقل مساهمة في الآثار النجمة أو الآثار التي يترتب عليها تغير المناخ. هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة. وقال الرئيس السيسي أن المحور البيئي كان ضمن هذه الخطة الاستراتيجية. مصر، واسمحوا لي ان انا اتكلم عنها، كانت من اوائل الدول التي وضعت خطه استراتيجيه طويله المدى لتحقيق التنميه المستدامه 2030، وكان البعد البيئي محور اساسي في كافه القطاعات التنمويه. وانا عايز اقول لكم، يعني مش عشان يعني اقول ان احنا في مصر كنا منتبهين لهذا البعد وتحركنا فيه بفاعليه كبيره جدا في كافه المجالات. وانا بقول لكم ان احنا أطلقنا يمكن كمان من سنة ونص قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر، وهو حياة كريمة. وأنا بتكلم إن حياة كريمة ده رقم اتحط يمكن ساعتها، ساعة لما طرحناها كان حوالي 700 مليار، 750 مليار، قد يزداد هذا الرقم إلى أرقام أكتر من كده نتيجة الظروف اللي بتمر في العالم خلال هذه الفترة. لكن الهدف منه أنه يساهم في تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان، وإحنا هنا بنتكلم على مية شرب، وبنتكلم على طاقة، وبنتكلم على صرف صحي، وبنتكلم على معالجة مياه. وأقدر أقول لكم بمنتهى التواضع أن مصر ببرامجها اللي بتشتغل فيها دلوقتي أن يمكن تكون في يعني تحسين ومعالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم واحد بنهاية هذا البرنامج. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي يأتي هذا العام كدليل على الأهمية التي توليها مصر لمواجهة تغير المناخ ولتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن. وقال شكري في كلمته أمام المنتدى إن الرئاسة المصرية لكوب 27 ستتبنى مقاربة واضحة لمعالجة الفجوات والقصور في المنظومة العالمية للتعامل مع التغيرات المناخية. تأتي أهمية اجتماعنا اليوم فعلى ضوء الطبيعة الوجودية للتحديات التي نواجهها. نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف التعاون الدولي على كافة المستويات. إن تحويل هذه التحديات إلى فرص للتنمية ولتحقيق تحول عادل نحو أنماط تنموية أكثر استدامة يستوجب منا التوافق حول مجموعة من المبادئ والقيم الحاكمة، والتي بدونها سيصعب تحقيق أهدافنا المنشودة، حيث يتعين أن تأتي كافة جهود برنامج التعاون الدولي التنموي متزقة مع أولويات دولنا النامية، مع احترام الملكية الوطنية لتلك السياسات والبرامج. فضلاً عن أهمية مراعاة مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدول. سيدات والسادة، تلقاً من كل ما سبق وبناءً على ما لمسناه على مدار الأشهر الماضية خلال مشاورتنا مع كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية، فإن الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف ستتبنى مقربة واضحة تهدف إلى معالجة الفجوات وأوجه القصور الراهنة في المنظومة العالمية للتعامل مع تغير المناخ. قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات فعالة في مواجهة تغير المناخ. وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يحتاج إلى 100 مليار دولار للوفاء بالتزاماته بشأن تغير المناخ حتى عام 2030. نحن نحتاج إلى العمل من خلال مبادرات قوية وإظهار طرق نحو الاستثمارات، ويجب أن يكون هناك آليات من أجل بناء اقتصادات بها صمود مناخي
وهناك التزامات سنوية للأسف قد انخفضت كثيرا، التزامات مالية، ويجب أن نعيد الثقة بين الدول والنظام الدولي. وهذه خطوة مهمة من أجل الوفاء بالالتزامات المالية 2025 في أفريقيا. هناك 100 مليار دولار نحن في احتياج لهم للوفاء بالتزاماتنا لعام 2030، وهناك فجوة كبيرة قد تصل إلى 440 مليار دولار. أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كاري أن على اقتصادات الدول الكبرى أن تساهم بشكل أكبر في مواجهة التغير المناخي. وشدد كاري خلال كلمته في المنتدى على ضرورة اتخاذ القرارات المهمة لتلافي آثار مواجهة التغيرات المناخية. الدول العشرين أكبر الاقتصاديات التي يجب عليها أن تقوم بالتحرك لكي تقوم بإنجاح هذه العملية، وهذا يعني أننا في حاجة إلى مساعدة الدول الأخرى لكي تقوم بعملية الانتقال أيضا، بالرغم من أنها أكثر أهمية لتلك الدول العشرين لكي تقوم بهذا الانتقال بشكل أسرع، لأن العلماء قالوا لنا في 2018 أن جميع السادة في كل المسؤولين أنتم لديكم جميعا 12 عاما علينا أن نقوم باتخاذ القرارات الهامة لكي نقوم بتلافي الآثار التي سوف تنجم عنها هذه التغيرات المناخية. شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المائدة المستديرة نيابة عن الرئيس السيسي ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي. خلال المائدة المستديرة أكد مدبولي أن مصر دشنت خطة استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية ل2050، موضحا أن الخطة شملت تحقيق التنمية المستدامة ونمو الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة نمو موارد الطاقة المتجددة. سوف أتحدث بسرعة عن الأعمدة الثلاثة لمبادرة موفي، وأولها هو استراتيجية أن يكون لنا جزء مكون في استراتيجية بحلول عام 2050، وكلها تنعكس على المشروعات وعلى أهداف التنمية المستدامة. ولهذا وفي من خلال وفي محور الطاقة حددنا مشروعات وإجمالي يبلغ إجمالي استثمارها حوالي 20 مليار دولار أمريكي، وكلها تركز على استبدال أي محطات الطاقة الحرارية غير الكوف بالطاقة المتجددة. بالنسبة لقطاع الغذاء يجب الاستثمار فيه 3.5 مليار دولار أمريكي، وكلها تتعامل أصلا على التعامل مع المحاصيل في وادي النيل والدلتا والتكيف مع الوادي الشمال الوادي الذي تأثر بتغيرات المناخ. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاستراتيجية المصرية تعمل على زيادة المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف حدة أثارها. كما أشار مدبولي إلى أن مصر تعمل مع وزراء التعاون الدولي والشركاء الدوليين لتنسيق كل الجهود من أجل تحقيق الاستراتيجية المصرية وكيفية مواجهة التغيرات المناخية. نعمل بشكل وعنكثب مع وزراء التعاون الدولي وايضا مع شركائنا الدوليين لكي نجمع لكي نحقق الاجتماع حول من سيقود وعمليه التنظيم وتنسيق كل الجهود لكي نحقق اهدافنا نحو تنفيذ هذه الاهداف التي حددتها معكم. ولهذا اؤمن ان فيما يتعلق بمحور الغذاء حددنا الشركاء والشركاء من سيقود عملية التنمية في مجال هذا القطاع، كما أيضا تعاملنا مع شركنا مع بنوك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي والأي إف سي والبنك الإسلامي وبنوك التنمية والبنوك الأوروبية ومجموعة البنوك الدولية والبنك العربي للتنمية وأيضا الصندوق الكويتي وأيضا بنك البنية التحتية. فيما يتعلق بمحور المياه حددنا الشركاء
قتال أساسيين FDP وأيضا مع الأجهزة المرتبطة به، وحددنا أيضا عملنا مع الشركاء والبنك الدولي IFC وغيره من الشركاء الدوليين. كانت فعالية النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي قد انطلقت بهدف تحفيز آليات مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والمضي قدما نحو تحقيق الأمن الغذائي. ويسلط المنتدى الضوء على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل المناخي. نحو تحفيز آليات مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والمضي قدما نحو تحقيق الأمن الغذائي، انطلقت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة. بيدعم الحكومة في أن هي تتصدى لكل مشكلات التغيرات المناخية وتتصدى برضو لأي نوع من أنواع الكوارث والأزمات. Egypt plays a very very الحقيقة مصر بتلعب دور مهم جدا زي ما كل الناس عارفين وزي ما حضراتكم عارفين، مهم جدا دور مصر في المنطقة كلها. مصر كمان فيها أمثلة ونماذج مهمة جدا ان احنا نوريها لكل الدول علشان بتبين قد ايه العمل اللي بيتم من خلال برنامج الغذاء العالمي، سواء في مجال استصلاح الأراضي او في مجال توحيد الحيازات وادخال الطاقة النظيفة، بيؤدي الى يعني وفرات جامدة يعني مستحقة الواحد يبص لها. بنتكلم على وفرات حاصلة في تقريبا 20% في مساحات الأراضي المنزرعة، بنتكلم على 55% زيادة في الطاقة النظيفة، وبنتكلم على 30% زيادة في الدخل. طبعا كل ده مهم جدا هو نوريه للعالم كله عشان يعرفوا ان ممكن مع برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع الحكومة زي ما حاصل حاليا ممكن فعلا نواجه التغيرات المناخية. المنتدى يسلط الضوء على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل المناخي من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء وعرض الاستعدادات المصرية لقمة المناخ. أعتقد أن كل المتحدثين أشادوا إلى أن مشكلة التغيرات المناخية بتواجه العالم، ولابد من التصدي لها، ولابد من توفير التمويل الكافي لتمكين الدول وبصفة خاصة الدول المتأثرة زي الدول الإفريقية اللي بتتعرض لمتغيرات كثيرة سوف تتأثر في قضية الأمن الغذائي من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية. خطط مواجهة التغيرات المناخية هذه الخطط تحتاج إلى تمويل كبير أكبر من قدرة أي دولة على أنها تقوم بها، في التزامات على الدول الأفريقية رغم أنه أفريقيا كقارة لم تكن سببا في الانبعاثات ولم تساهم في الانبعاثات، ولكن حصتها كانت الأقل من حيث الانبعاثات، وإن كانت أيضا العبء عليها والتأثر السلبي والأثر السلبي للتغير المناخ هو الأكبر على أفريقيا. تتنوع فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية حتى 9 من الشهر الجاري بين الجلسات النقاشية وورش العمل والموائد المستديرة التي يشترك فيها الأطراف ذات الصلة بهدف تحفيز جهود التنمية والعمل المناخي. وعلى هامش أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي التقى رئيس الوزراء مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون العمل والتمويل المناخي. وخلال اللقاء أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى تسريع جهود العمل المناخي الدولية من خلال العمل على التقليل والحد من الانبعاثات وزيادة مشروعات التكيف وتعزيز تدفقات التمويل بشكل ملائم، مشيرا إلى أن الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون يظل أولوية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم. استعرض مدبولي خلال اللقاء رؤية مصر لرئاسة الدورة 27 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكدا التركيز على تنفيذ هذه الرؤية بما يتماشى مع تعهدات تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.
هذا وقد أثنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الدعم المقدم من الأمم المتحدة للمساعدة في ترتيبات استضافة الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد والوفد المرافق لها بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأعرب مدبولي خلال اللقاء عن أمله في أن تكون قمة المناخ المقبلة فرصة لحشد مزيد من التمويلات لدعم المشروعات الخضراء والتي ستسهم في التحول لمرحلة تنفيذ التعهدات التي خرجت عن قمة COP26 والتي انعقدت في جلاسكو بالرغم من كل الصعوبات والظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري بالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي. بحث اللقاء أوجه التشاور والتنسيق الجاري بين مصر والولايات المتحدة في مجال تغير المناخ، كما تطرق اللقاء إلى ترتيبات والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل COP27، فضلا عن رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لأهم الموضوعات المطروحة على أجندته. في هذا الصدد أكد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور خلال الفترة المقبلة على نحو يسهم في خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة. وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين. ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، وذلك بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام التملك حق الانتفاع، وذلك وفقا لمجموعة من الضوابط. وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار التي تم تحديدها استرشادا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتطوير شبكة الطرق الداخلية بمحافظة الفيوم، مشيرا إلى أنه من الملاحظ أن محافظة الفيوم تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالطرق الداخلية. وخلال اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، توجه مدبولي بالتهنئة لفلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الذكرى 70 لعيد الفلاح الذي يوافق 9 سبتمبر. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن مجمع تحيا مصر للخدمات الحكومية بقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح يمثل نموذجا رائعا للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع السلع منتهية الصلاحية. تتواصل النجاحات الأمنية التي تحققها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها للجرائم التموينية، لا سيما جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية وغش السلع أو حجبها عن التداول بالأسواق. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط أكثر من 56 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية. ونجحت الإدارة في ضبط 30 طن ملح طعام ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنعين لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية. كما تمكنت من ضبط طنين دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخبز سياحي بالشرقية.
ومع استمرار جهود الإدارة تمكنت من ضبط 12 طن تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط قرابة 4 أطنان سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بقنا. ونجحت الإدارة في ضبط 34 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وتمثل خطراً على الثروة الحيوانية حال طرحها للتداول بالأسواق خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظة الشرقية، وضبط 11 طن ونصف أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي بمحلين لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية، وضبط 4 أطنان منظفات صناعية متعددة الأغراض غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بالشرقية. وعلى صعيد التصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق، تمكنت الإدارة من ضبط 41 طن ونصف مواد غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بنطاق محافظة القليوبية، وضبط أكثر من 64 طن ونصف سكر ومواد غذائية متنوعة أخرى تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة بالأسواق بنطاق محافظة الجيزة، وضبط 5 أطنان دقيق مصاحب مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط 15 طن سلع غذائية متنوعة قام مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط قرابة 22 طن سكر تموني مدعم مخصص للبطاقات التموينية قام مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة والمسؤول عن إحدى شركات تجارة الجملة بقنا بالاستيلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء. كما تمكنت الإدارة من ضبط 33 طن ونصف أعلاف حيوانية قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية بالقاهرة والمسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 457 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 659 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 510 أطنان، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 130 طن أسمنت، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 20 طن، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية من بينها 107 قضايا خبز ناقص الوزن و99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أطلقت وزارة الخارجية التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2022 باللغتين العربية والإنجليزية، وأوضحت الخارجية أن التقرير يستعرض جهود الدولة ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وأشار التقرير إلى أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والوقاية منهما تعتبر إحدى أولويات الدبلوماسية المصرية، حيث تطلع مصر بدور بارز على صعيد تعزيز المنظومة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب. أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية رد دعوى حل مجلس النواب، مشيرة إلى أن اختصاصات المحكمة ليست من ضمنها حل البرلمان. وذكرت المحكمة أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وبعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية. وشددت المحكمة على ضرورة الالتزام بصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفقا للأطر الدستورية، بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة العراق.
التقى الرئيس العراقي برهم صالح مع عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة لبحث الأزمة السياسية الراهنة. وأفاد بيان من المكتب الرئاسي العراقي بأن الجانبين ناقشا أيضا سبل تحقيق استقرار العراق وأمن المواطنين. وأشار البيان إلى أهمية إجراء حوار بين جميع الكتل السياسية في العراق لإيجاد الحلول. أغلقت إدارة شؤون الانتخابات الكويتية باب الترشح للأعضاء لمجلس الأمة الكويتية على 376 مرشحا من بينهم 27 امرأة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إقامتها في 29 من شهر سبتمبر الحالي. تم تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى 5 دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة على أن تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، وأن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. كييف تقر بمسؤولياتها عن سلسلة الهجمات على القرم، وموسكو تتحدث عن تنظيم استفتاء لضم أراضٍ أوكرانية سيطرت عليها. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بتدمير أساسيات الاقتصاد العالمي وبمحاولة فرض سياساته وخياراته لعزل روسيا وإضرار العالم. وأوضح بوتين خلال كلماته أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي أن كل صادرات الحبوب التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى أوروبا بدلا من الدول الفقيرة، مشيرا إلى أن بلاده ستزود صادراتها من الحبوب إلى أفريقيا. إننا بعض القيود ترفع عنا وبخاصة عن تلك الموانئ التي دخلناها، أما الآن فالوضع يتغير نحو الأفضل، ولكن تبقى بعض القيود التي تعيقنا في تنفيذ نشاطنا وبخاصة في مسألة تلبية جميع الاحتياجات بالأسواق العالمية، وكل هذا يدفع الأسعار نحو أو هذه الأسعار ترتفع تدريجيا على هذه الخلفية. وبطبيعة الحال نحن نأمل في الرفع بشكل كامل، رفع هذه القيود بشكل كامل، هذا أولا. النقطة الثانية تتمثل في أنه أثناء لقاءاتنا مع زعماء القادة الأفارقة سوف نقوم بكل ما في وسعنا لتصدير القمح وحتى القمح الأوكراني. قال مستشار الرئيس الأوكراني إنه لا يوجد أي مبرر لدى روسيا لمراجعة اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، معتبرا أن الاتفاق لا يمنع أي دور لموسكو في تحديد الوجهة التي يتم تصدير الحبوب لها. ميدانيا استبعد القائد الأعلى للجيش الأوكراني انتهاء الحرب مع روسيا العام الجاري، وأعلن قائد الجيش الأوكراني مسؤوليته عن سلسلة من الضربات على قواعد جوية روسية في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك واحدة تسببت في دمار في منشأة ساك العسكرية الشهر الماضي. وأوضح المسؤول العسكري أن الضربات نفذت بصواريخ أو قذائف صاروخية دون الخوض في التفاصيل، وقال إن 10 طائرات حربية قد دمرت. اقترح الحزب الحاكم في روسيا إجراء استفتاء في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية لضمها إلى روسيا في الرابع من نوفمبر المقبل. وقال الحزب الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين إن الأمين العام لمجلس روسيا المتحدة أندري تورتشاك أكد أن دونيسك ولوهانسك والكثير من المدن الأخرى ستتمكن من العودة إلى روسيا، وتحتفل روسيا في الرابع من نوفمبر بيوم الوحدة الوطنية.
قالت روسيا إنها ستفرض عقوبات على مجموعة من مواطني الاتحاد الأوروبي ردا على ما تصفه موسكو بسياسة الغرب المعادية لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تمنع عددا من القادة العسكريين الأوروبيين وكبار الشخصيات الأمنية وممثلي شركات الأسلحة من دخول روسيا. قالت شركة إنرجو أتوم للطاقة الأوكرانية إن كييف تؤيد إرسال جنود لحفظ السلام تابعين للأمم المتحدة إلى محطة الطاقة النووية التابعة لها في زابوريجيا. وأوضحت الشركة أن نشر قوة حفظ السلام وإخراج الجنود الروس يمكن أن يكون أحد سبل إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وذلك غداة دعوة أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة آمنة حول الموقع. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية فوندرلاين أنه تم إيجاد مصادر أخرى بديلة للغاز الروسي من دول مثل النرويج والجزائر والولايات المتحدة. أضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد بنسبة 82% لتخزين مشترك للدول الأعضاء، مشيرة أن هذا يعد نجاحا بالنسبة لأوروبا. ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يمكنه من تعويض واردات الغاز الروسي من مصادر أخرى. أننا نرى أن احتكار روسيا لسوق الغاز أثر على سوق الكهرباء، وهناك عوامل أخرى مؤثرة في هذا الصيف. نرى آثار التغير المناخي والجفاف وانخفاض طاقة المياه بأكثر بنحو 46%، ولدينا حقيقة أننا لدينا طاقة نووية أقل الآن موجودة في الاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب نحن نواجه أسعار الطاقة والتذبذب الكبير في الأسواق، لذلك نضع أمامنا مجموعة من الإجراءات المباشرة. أولها التوفير الذكي للطاقة الكهربائية. تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز بالعمل على تخفيض أسعار واردات الطاقة في ظل استمرار التوترات مع روسيا. وأكد شولتز خلال خطاب الموازنة على ضرورة تخفيض أسعار الطاقة وأن يتمكن المواطنون من دفعها، متعهدا بالعمل على ذلك. وكان المستشار الألماني قد أكد الأسبوع الماضي أن البلاد استعدت للشتاء المقبل بشكل أفضل من المتوقع قبل شهور فيما يخص توفير الغاز، مضيفا أن بلاده يمكنها التعامل بشكل جيد مع التهديدات القادمة من روسيا. وأعلنت ألمانيا امتلاء خزانات احتياطي الغاز بأكثر من 85% من سعتها. حذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية من أن مخاطر حصول ركود في أوروبا تتزايد مع الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة الناجم عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد. وأوضح المفوض الأوروبي خلال مؤتمر في بروكسل أن حالة عدم اليقين بأوروبا تشير إلى أن خطر تسجيل ركود يتصاعد، مؤكدا أن الشتاء المقبل سيكون الأكثر صعوبة منذ فترة طويلة.
وصلت مجموعة من المشرعين الفرنسيين إلى تايبي في زيارة هي الأولى لوفد أوروبي رفيع المستوى لتايوان. وقالت الخارجية التايوانية إن وفدا من 5 نواب فرنسيين يرأسه السناتور سيريل بيلافات قد وصل إلى الجزيرة، مضيفة أن هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها سياسيون فرنسيون خلال عام. رصدت وزارة الدفاع التايوانية عبور 3 طائرات مقاتلة صينية خط الوسط لمضيق تايوان، والذي يعتبر خط الفصل غير الرسمي بين الجانبين. في سياق متصل، تعتزم تايوان رفع ميزانيتها العسكرية إلى مستوى غير مسبوق ليصل إلى أكثر من 19 مليار يورو. مع تكثيف الصين مناوراتها العسكرية مؤخرا حول جزيرة تايوان، ترد تايبيه بين الحين والآخر على ذلك بإجراء مناورات عسكرية، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر بالمنطقة والتحذيرات من نشوب صراع جديد يؤثر على الأمن والاقتصاد العالمي. على هامش المناورات العسكرية وفي حديثها إلى أفراد القوات الجوية في قاعدة هوال الجوية على الساحل الشرقي لتايوان، قالت رئيسة تايوان ساي إنغ وون إن المهارات القتالية للجيش التايواني أصبحت الآن أكثر نضجاً وأكثر قدرة على القتال، وذلك بفضل المناورات الصينية التي أجريت مؤخراً، مشيرة إلى أن الوضع حول مضيق تايوان لا يزال متوتراً وأن التهديد لم يختفي. وبعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مطلع شهر أغسطس، أرسلت الصين طوال أسبوع كامل سفنا حربية ومقاتلات وصواريخ إلى مياه تايوان وأجوائها، حيث كانت هذه المناورات الأكبر منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي. ومع زيادة التهديدات واحتمال نشوب صراع داخل الجزيرة، أعلنت تايوان أنها تعتزم رفع ميزانيتها العسكرية إلى مستوى غير مسبوق ليصل إلى أكثر من 19 مليار يورو، كما شرعت رئيسة تايوان في الإشراف على برنامج لتحديث الجيش، وجعلت زيادة الإنفاق الدفاعي أولوية، الأمر الذي يشير إلى استمرار التوتر بين تايبيه وبكين وسيخرج عن نطاق السيطرة. عقدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اجتماعها الأول لمجلس الوزراء. اختارت تراس كواسي كوارتينغ وزيرا للخزانة، هو دور رئيسي لمجلس الوزراء الذي تتركز مهامه على مواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، والتي تهدد برفع فواتير الطاقة إلى مستويات لا يمكن تحملها، فضلا عن إغلاق الشركات وترك البريطانيين الأكثر فقرا دون تدفئة في منازلهم هذا الشتاء. وخلال حضورها أول جلسة مساءلة لها في مجلس العموم بصفاتها رئيسة للوزراء، استبعدت ليز تراس فرض رسوم استثنائية لتمويل تجميد رفع فواتير الطاقة للتعويض عن الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء والغاز. وأشارت تراس إلى أنها ستعلن غدا عن خططها لحزمة دعم اقتصادي لمنع تفاقم أزمة في الأشهر القادمة. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة إن أولويتها هي إيجاد تسوية تفاوضية لإلغاء بعض القواعد التي تحكم التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أيرلندا الشمالية. في حياة كريمة، شهدت محافظة أسيوط إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية في عدد من القرى الأكثر احتياجا لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين ولتقديم العلاج بالمجان. يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمت القافلة جميع التخصصات ومعامل الأشعة، كما قامت بتحويل الحالات المرضية منها إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج المناسب. احنا بنوصل للمجتمعات العمرانية اللي ما فيهاش خدمات طبية بطريقة عالية، والناس دي ما بتستمتعش بالكم اللي بيستمتع به الحضر، فالقفلة الطبية بتوصل هنا بكل التخصصات المتكاملة، سواء أطفال، أنف وأذن، عظام، نساء، جراحات كاملة،
بيتعمل كشف طبي لجميع المترددين، بيتعمل لهم تثقيف صحي عن أهمية الغذاء بتاعتهم والنظافة، بيتعمل تحاليل طبية وأشعات. القافلة الطبية دي عبارة عن مستشفى متنقل فيها تخصصات مختلفة، بطنة وجراحة ونساء وأطفال وتنظيم أسرة ورمد، التخصصات المختلفة الموجودة، بالإضافة إلى سوق الكشف المبكر عن السكر والضغط، بالإضافة إلى عندنا تحليل دم وتحليل بول. أجرى محافظ المنيا أسامة القاضي جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من قرى مركز ملوي. وشملت الجولة تفقد المشروعات بقريتي دير البرشة ودير أبو حنس، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها. ومن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بقرية دير البرشة إنشاء نقطة إسعاف كمين النصرة، وإنشاء محطة مياه، وإنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعي والوحدة الصحية. كما تفقد المحافظ عددا من المشروعات بقرية دير أبو حنس، حيث شملت تفقد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحية، وكذلك أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالقرية. واصلت مديرية الصحة بأسوان إطلاق القوافل العلاجية المجانية بقرى المحافظة، حيث تواجدت القافلة هذه المرة بقرية البصالي التابعة لمركز كوميمبو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تشتمل القافلة على 9 تخصصات مختلفة، فضلا عن معمل للدم والطفيليات والأشعة العادية، وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل عدد من المترددين على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأسوان. احنا القافلة النهاردة بتضم 10 تخصصات طبية مختلفة، معانا صيدلية في أكثر من 130 صنف، معانا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معانا خدمة الأشعة العادية، معانا خدمة الأشعة التلفزيونية، الكشف والعلاج في القافلة بالمجان. بنبدأ فعاليات القافلة، بيتوجه المواطن للحصول على الخدمة الطبية في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص. حضرت القافلة الطبية إلى قرية البصالي بكومومبو لتقدم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين، والخدمة مجانا، الكشف مجانا والعلاج مجانا. مشاهدينا، من حياة كريمة إلى الاقتصاد في نشرتنا. الأخبار الاقتصادية لدى مصطفى مزار، تفضل مصطفى. شكرا إمام منصور، وشكرا نواة توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أكد على أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين دول منتدى غاز شرق المتوسط في استغلال احتياطيات الغاز بالمنطقة بالشكل الأمثل. وأشار وزير البترول إلى أن مصر توافقت مع دول المنتدى على سرعة تحقيق الأولويات خلال الفترة القادمة، والتي تتمثل في الاستفادة من الإمكانات والطاقات الكاملة لمصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في مصر، وكذلك الاكتشافات الحالية في منطقة شرق المتوسط للمساهمة في استغلال موارد المنطقة من الغاز بشكل اقتصادي ونقله إلى أوروبا لتلبية جانب من الطلب العالمي. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية وزارية بعنوان تسريع وتيرة استغلال إمكانات الغاز الكاملة في منطقة شرق المتوسط، والتي أقامها منتدى غاز شرق المتوسط ضمن فعاليات مؤتمر جاستيك 2022 والمنعقد حاليا بمدينة ميلانو الإيطالية. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اجتماعا مع وزير البترول والغاز الهندي شيري هارديب سنغبوري والوفد المرافق له، وقد شهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في أنشطة صناعة البترول والغاز. كما عقد وزير البترول اجتماعا مع مدير التحول الرقمي الذكي بشركة ساب للبرمجيات هدى منصور والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء استعراض موقف التعاون مع شركة ساب، والتي تعد شريكا استراتيجيا في تنفيذ رؤية واستراتيجية قطاع البترول المصري للتحول الرقمي. كما عقد وزير البترول لقاء مع مدير مؤتمر مونيكا 2023
وتم خلال هذا اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك للإعداد لقمة المناخ كوبس 27، وجاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر جاستيك 22 في مدينة ميلانو الإيطالية. تبذل الدولة جهودا كبيرة ومتواصلة للنهوض بزراعة القطن ودخوله إلى سوق المنافسة العالمية، وقد عاد المحصول الذي كان قد تقلص كثيرا في سنوات ماضية إلى مكانه الطبيعي بمحافظة أسيوط بعد الاهتمام الذي أولته له الدولة المصرية بنسبة 100%. الذهب الأبيض المصري من جديد يحتل عرشه ويتصدر المنافسة في ظل اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية. زراعات القطن شهدت السنوات الماضية تراجعاً كبيراً في إقبال المزارعين عليه بمحافظة أسيوط بسبب تراجع الأسعار، ولكن تغير الحال هذا العام بعد أن حظيت زراعات القطن باهتمام كبير من الدولة منذ الزراعة وحتى تسويق المحصول. المساحة في أسيوط اتضاعفت عن العام الماضي 100%، السنة دي عدت 3000 فدان، وذلك بناء طبعا تعليمات فخامة الرئيس ومتابعة وتوجيهات قائد الزراعة في مصر معالي الوزير الزراعة السيد القصير بالمنظومة تسويق القطن، أدت إلى نجاح القطن في المحافظات عموما في مصر عموما وزيادة المساحات، أن المواطن هيعرف بس زرع محصول هيلجي إيه تسويق ليه. اهتمام الدولة بالقطن ساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الزراعات بنسبة 100%، وعاد المحصول ليزين الحقول من جديد وسط فرحة المزارعين بمحصول القطن. من بداية الزراعة واحنا مع الفلاح بنرشده في التخطيط والتسوية، وبعدين بنمد بالبذور اللي هي جاية من المزارع. الحمد لله أقبل المزارع على الزراعات، الزراعات مباشرة. الناس اهتمت بزراعة القطن، والقطن بالصلاة على النبي عندنا في أسيوط من 10 ل 12 قنطار، وفي الصلاة على النبي أحلى محاصيل قطن عندنا في أسيوط السنة دي. هذا ويعد القطن محصولا استراتيجيا تقوم عليه الصناعات، حيث سعت الدولة إلى توفير المحالج ومصانع الغزل للاستفادة من المحصول من خلال التصنيع، خاصة وأن محصول القطن لا يتم تخزينه، ولكن مع توفير المحالج ومصانع الغزل بدأ التوسع في زراعات القطن ليتربع على العرش. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات في نهاية التعاملات، وقد خسر فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق، خسر 3 مليار و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 702 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10329 نقطة متراجعا بنسبة 94% ليغلق عند مستوى 10232 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2262 نقطة منخفضا بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة. وقد فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3239 نقطة ليهبط هو الآخر بما نسبته 66% عند مستوى 3260 نقطة. من أسواق المال إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيها و21 قرشا للشراء و19 جنيه و31 قرشا للبيع، وقد سجل اليورو 18 جنيه و97 قرشا للشراء و19 جنيه و9 قروش بالنسبة إلى البيع. أما بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 22 جنيه و94 قرشا للشراء و22 جنيه و7 قروش للبيع. بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و25 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و11 قرش للشراء و5 جنيهات و14 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، صعدت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1702.59 دولار للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 948 جنيه
بالنسبة للجرام، وقد سجل الذهب عيار 21 ما قيمته 1106 جنيهات، وعيار 24 والذي وصل قيمته إلى 1264 جنيه، وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8864 جنيه. تراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات، وقادت شركات التعدين والطاقة الخسائر مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن توقعات الطلب في إعقاب بيانات تجارية ضعيفة من الصين. وقد انخفض المؤشر مؤشر النفط والغاز الأوروبي بنسبة 2.2%، في حين خسر مؤشر التعدين 2.3%، وقاد كلا المؤشرين الفرعيين تراجعا عاما في المؤشر الستوكس الأوروبي الذي انخفض 0.9% بعد تحقيق مكاسب هامشية في الجلسة السابقة. كما تأثرت الأسواق الأوروبية على نطاق واسع بالمخاوف من اندلاع أزمة طاقة وسط ارتفاع الأسعار وتوقف أكبر خط أنابيب للغاز الطبيعي الروسي إلى المنطقة. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة مشاهدينا الكرام، لكن ما زالت أخبارنا ما زالت مستمرة مع إيمان منصور ونهوى توفيق. شكرا جزيلا لك مصطفى. أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات لقاءات اللجان التنفيذية المسؤولة بجميع المحافظات عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. وتأتي المبادرة متسقة مع استضافة مصر لمؤتمر كاب 27 بشرم الشيخ. وتستهدف المبادرة نشر الوعي المجتمعي حول التحديات الخاصة بالتغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج. نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة برنامج قادة المناخ. يهدف البرنامج إلى دعم الأفكار والمشروعات الخضراء للشباب، سواء بدعم مادي أو فني، إيمانا بمهارات الشباب وقدرتهم على إحداث تغيير مفيد للمجتمعات. بهدف دعم أفكار الشباب نحو التغير المناخي، نظم المجلس القومي للمرأة الحفل الافتتاحي لبرنامج قادة المناخ بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة. أنا سعيدة بيه جدا، الوعي الكبير عند جيل يعني من كل المحافظات بالقضية، بقمة المناخ اللي بتستضيفها مصر في شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر. المعلومات اللي عندهم يعني كتيرة وكبيرة جدا. احنا سعداء جدا بالشراكة اللي عملتها مؤسسة شباب القادة مع المجلس القومي للمرأة. الهدف الرئيسي منها ان احنا اطلقنا برنامج اسمه برنامج قادة المناخ. الهدف منه ان احنا عندنا ابتكارات محترمة داخل الجامعات المصرية من خلال مختلف الأنشطة الطلابية، من مختلف الشركات الناشئة، وكمان شركات لسه بتعمل البروتوتايب الأولاني. الهدف منه ان احنا ندي الدورات التدريبية اللازمة في كل مجال وكل تخصص. شهد الحفل حضور عدد كبير من طلاب وشباب الجامعات وطرح عددا من الأفكار والرؤى لمواجهة التغير المناخي. كمية أفكار رهيبة من عقول الشباب وكلهم حماس، فأنا سعيدة بصراحة أن أنا كنت موجودة وسمعتهم، وأدعوهم كمان أن هم يدونا أفكار أكتر من كده، وأن هم ما يخافوش من حاجة، لأن العالم كله بينظر إليهم. الجمهورية الجديدة محتاجة لهم، محتاجة لكل أفكارهم. البرنامج يهدف لدعم الأفكار والمشاريع الخضراء للشباب، سواء دعم مادي أو فني، إيمانا بمهارات الشباب وقدراتهم على إحداث تغير مفيد للمجتمعات. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء الكرة والملاعب. مصطفى معه التفاصيل، نتحول إليه. شكرا من جديد نهى، وشكرا إيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ولكن في هذه الجولة في مجموعة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى قطر استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي والمقرر لها يوم الجمعة القادم على لقب كأس سوبر لوسيان. وقد اختار البرتغالي جوسفالدو فريرا المدير الفني للزمالك، اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي، ومن أبرزهم محمد عواد ومحمود حمد الونش
ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو وسيف فاروق جعفر وسيد عبد الله نيمار في خط الوسط وإبراهيم داي وسيف الجزيري ويوسف أسامة نبيه في خط الهجوم. خاض الفريق الأول لنادي فيوتشر اف سي الثاني تدريباتي بأوغندا استعدادا لمواجهة نظيره بول جانجا خلال اللقاء المقرر إقامته يوم السبت القادم في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وواصل فيوتشر تدريباته في أجواء ممطرة على ملعب سانت ماري والذي سيستضيف اللقاء بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لنادي فيوتشر. على ملعب دييغو أرماندو مارادونا يحل نادي ليفربول الإنجليزي والذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا على نابولي الإيطالي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. تعتبر هذه المواجهة بين ليفربول ونابولي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هي المواجهة الثالثة في هذا أو في المواسم الخمسة الأخيرة. كشف موقع ترانسفير ماركت الإنجليزي أنه بعد الإنفاق الضخم في فترة الانتقالات الصيفية بلغت القيمة الإجمالية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً 8.34 مليار جنيه استرليني مقارنة ب 7.96 مليار جنيه استرليني في نفس الوقت من العام الماضي. ووفقاً للموقع المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين يحتل مانشستر سيتي صدارة الفرق من حيث القيمة السوقية للاعبين ويصل سعره إلى 937.1 مليون جنيه استرليني تزيد هذه القيمة بنحو 150 مليون جنيه استرليني عن منافسي ليفربول الذي تقدر قيمة فريقه ب 794.7 مليون جنيه استرليني. انتهت هذه الجولة الرياضية مشاهدينا الكرام، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع نواة توفيق وإيمان منصور. شكرا لك مصطفى. التقت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة السفير أسامة بن أحمد نقلي لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. أكدت وزيرة الثقافة على الارتباط الوثيق وتقارب الرؤى بين البلدين على مستوى الحكومات والشعوب، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية لها مكانة خاصة لدى المواطن العربي والمصري بشكل خاص، وأكدت على ضرورة استثمار التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في المجالات الإبداعية كافة بما يليق بتاريخ وتراث البلدين. من جانبه أكد سفير المملكة العربية السعودية على عمق العلاقات بين الجانبين مشيرا إلى تأثير الثقافة والحضارة المصرية على كافة الشعوب العربية بما تملكه من مقومات وخبرات كبيرة في مجالات الآداب والفنون والإبداع. والآن مع حالة الطقس. الأحوال الجوية لدى مصطفى مزار، اتفضل مصطفى. شكرا إيمان وشكرا نهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا وفي محطتنا الثالثة والأخيرة لهذه النشرة، نستعرض فيها درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حار رطب على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل الحرارة الرطب ليلا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 يكون الجو فيها حار، في الأسكندرية 30-25 يكون الجو حار، في مطروح 29-25 مائل للحرارة،
في بورسعيد 30-24، حار في الإسماعيلية 34-24، يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 34 درجة، والصغرى 23، يكون الجو فيها حار. في العريش 31-24، يكون الجو فيها حار. في طابة 33-25، يكون الجو فيها أيضا حار. في شرم الشيخ 37-27، يكون الجو فيها حار. في الغردقة 36-27، يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 37 درجة، والصغرى 27، ويكون الجو فيها حار. في أسوان 38-27، يكون الجو فيها حار. في الوادي الجديد 38-26، يكون أيضا الجو فيها حار. وفي شلاتين 36-27، يكون الجو حار. وأخيرا في حلايب 35-27، يكون الجو فيها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. الآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الأوروبي، والبنك يشيد بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. خلال انطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر من الدول الأولى التي وضعت خطة لتحقيق التنمية المستدامة. المحكمة الاتحادية في العراق ترفض حل البرلمان وتؤكد أن استقرار العملية السياسية يفرض الالتزام بأحكام الدستور. نشرة أخبارنا انتهت، وهواء التاسعة يبدأ مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. ازيك يا إيمان؟ مساء النور. عاملين إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. بقى بالذمة ده اسمه كلام؟ إيه اللي حصل؟ الدنيا بقت زحمة بشكل غير طبيعي، أنا من صباحية ربنا بلف في الشوارع.
عندي مشكلة رئيسية، الناس مش عايزة تلتزم. مش عايزة ايه؟ مش عايزة تلتزم. عارفة اللي هو تبقى انت مثلا واحد بني آدم عاوز ينتقل من أقصى اليمين للشمال، اللي اتعلمناه واحنا صغنططين انه اولا انت بتدي إشارة، اتنين لازم تبص في المراية، لكن ابدا ابدا ما فيش قاعدة بوز بيز اللي هي تروح عامل كده دي. لا بيعملوا كده في ميدان التحرير. هي ضوابط قواعد المرور طبعا مهمة، وبالذات يعني فكرة الإشارات اللي بالكاميرات اللي بقت موجودة في شوارع كتير في مصر لضغط السرعة دي مهمة جدا. الدولة تعمل ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ طالما انت مش عايز قصي بقى على ذلك 5000 حاجة بس، يلا ماشي خير ان شاء الله. اشكركم واستأذنكم نبدأ فقراتنا.